اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا قد يتجدد بنا اللقاء ولله الحمد تجدد بنا اللقاء في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجرات امهات المؤمنين نساءه الطاهرات وكان قد مضى الحديث بنا في الحلقة السابقة عن عن زوجتين من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهما السيدة سودة أم المؤمنين والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أحدث زوجة بنى لها حجرة وأسكنها فيها ثم صارت له تسع زوجات وتسع حجرات وهما ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد روت ب... قد ورد في بعض الروايات ما يفيد أن الحجرات كانت محيطة بالمسجد النبوي إلا من جهة الغرب، وتلك روايات ضعيفة. ويصف لنا الحجرات عمران ابن أبي أنس رضي الله عنه فيقول: كانت منها أربعة أبيات بلبن، لها حجر من جريد. والحجر هنا الغرف أو الحواجز. وكانت خمسه ابيات اي خمسه بيوت من جريد مطينه لها حجارتها وعلى ابوابها مسوح الشعر كما اسلفنا سابقا اعزائي المشاهدين عدد تلك البيوت تسعه كل بيت عباره عن مربع طول ضلعه كما وصف لنا وقاسه لنا مؤرخ المدينه من 8 الى 9 من 8 الى 9 اذرع ومن الداخل كان يوجد حجره وهي حجره هنا تعني مجلس مكان للجلوس طوله ضلعه من 6 الى 7 اذرع اي ان طول ان طوله ما يقرب تقريبا من 5 امتار وقد حدد لنا المؤرخون خمسة مواقع من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا دقيقا وهي حجرات أمهات المؤمنين حفصة وعائشة وثودة وزينب وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين وهنا ذكر لنا ابن النجار في كتابه أخبار عن أخبار المدينة المنورة فقال أما ارتفاع هذه الحجرات فيصفها لنا الحسن البصري رضي الله عنه وهو الذي ربي في حجرة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنت وأنا غلام مراهق أنال السقف بيدي أعزائي المشاهدين مما يوضح مدى قصر السقف في تلك الدار وتلك الدور وكان لكل بيت نعم حجرة وكانت الحجرات من أكسية من كشب العرعر كما أسلفنا وخارج الحجرات كان يوجد لجميع الحجرات النبوية تنور يستعمل للخبز تنور واحد للتسع حجرات خارج الحجرات نعود إلى بيت السيدة أم سلمة وحجرتها فكانت من لبن، وقال عبد الله الهذلي فسألت ابن أبيها فقال لما غزا رسول الله لما غزر رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل بنت أم سلمه حجراتهن باللبن، وعملت لها باب، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى اللبن أي البناء، فقال ما هذا البناء؟ فقالت أردت أن أكف أبصار الناس. اعزائي المشاهدين ام سلمه ام المؤمنين هي من بني مكزوم وكنت ام سلمه نسبه إبنتها من زوجها الاول ابو سلمه ابو سلمه هو اخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعه وهو ايضا ابن 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 عمه النبي صلى الله عليه وسلم فام بره بنت عبد المطلب بن هاشم وكانت ام سلمه رضي الله عنها اول مهاجره حيث هاجرت الى الحبشه والى المدينه وقد توسع في قصه هجرتها للمدينه العديد من المؤرخين كابن عبد البر في الاستي... في, ال... في كتاب الاستيعاب وابن وابن حجر في الاصابه وغيرهم وغيرهم كثير. ولما توفى زوجها سالها النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر تفقد نساءه كلهن فيبدا بهن فيبدا بها لانها اكبر زوجات سنا. وفي بيت ام سلمة اخواني احباب المشاهدين نزلت الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقد روى لنا هنا الامام احد الامام احمد في حديث ام سلمة عن عمرو ابن ابي سلمة قال لما نزلت الايه وذلك في بيت ام سلمة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه وحسنا وحسينا فجعلهم فجعل عليهم كساء وكان علي خلف ظهره ثم قال علي بن ابي طالب نعم ابيهما زوج السيده فاطمه الزهراء ثم قال اللهم هؤلاء لبيتي فاذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا وقد فازوا فوزا عظيما. وايضا روت لنا ام سلمه رضي الله عنها 378 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من فضائلها العظيمه. اعزائي المشاهدين خلال أوصاف حجرة أم سلمة التي سكنتها يمكن أن تكون قد سكنت في حجرة أم المؤمنين زينب عفوا زينب بنت خزيمة بعد أن توفيت والله أعلم بموقع دارها وقال لنا ابن كثير في السيرة النبوية في تاريخ البخاري قال قد أضيفت الحجرات كلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهنا كانت اخرهن وفاه ام سلمه رضي الله عنها حيث توفيت عام 63 من الهجره النبويه عن 84 سنه. احبائي اما الان فنحن في ضيافه حجرات امهات المؤمنين في ضيافه حجره ام المؤمنين السيده حفصه الان. السيده حفصه هي بنت امير بنت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها ويروى عن عمر انه قال ولدت حفصه وقريش تبني البيت اي تبني الكعبه المشرفه اعزائي المشاهدين وفي قصه زواج السيده حفصه بالنبي صلى الله عليه وسلم دروس نستلهمها من القصص التي يرويها لنا سيدنا عمر فنذكر انه لما توفى زوجها عرضها ابوها على ابي بكر ليتزوجها فلم يجبه ثم عرضها على عثمان بن عفان فقال له بدا لي اني لا اتزوج اليوم فوجد هنا سيدنا عمر في نفسه عليهما ثم شكا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصه من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ابنته رقية بعد وفاة أختها ولما زوجها سيدنا عمر للرسول صلى الله عليه وسلم لقي أبو بكر فاعتذر أبو بكر وقال لا تجد عليّ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سره ولو تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. أعزائي المشاهدين هذه لمحة من آداب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وحفظ السر واعتدادهم وبصداقتهم واعتدادهم بعلاقتهم فيما بينهم واعتدادهم في طلب الأمر وهذه وهذه واحة من الأدب والعلم والرقي. فهل من مشمر؟ أحبائي ومما يظهر فضل السيدة الجليلة السيدة حفصة قول السيدة عائشة التي كانت حيث قالت هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي هي التي كانت تدانيني في المنزلة وقد كانت رضي الله عنها صوامة قوامة وتوفيت رحمها الله في سنة 41 من الهجرة النبوية وكان عمرها حوالي 60 عاماً أحبائي وقد روت السيدة حفظة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ستين حديثا. حجرة أم المؤمنين ست السيدة حفظة بنت عمر بن الخطاب كانت في اتجاه القبلة ملاصقة من الخلف لحجرتي السيدة عائشة والسيده سودة. وقد روي عن أبي محمد إسماعيل بن إسحاق وهو من علماء المدينة كما تعلمون قال: كنت أول كانت اول حجره من حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حجره السيده حفصه وهو موضع الخوخه التي عند خوخه سيدنا ابو بكر عفوا عند خوخه التي عند خوخه سيدنا عمر بن الخطاب ثم ذكر لنا ايضا ابن اسحاق ان الحجرات التي تليها هي حجره عائشه وهي موضع القبر وبعدها حجرة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الحجرة في الصدر عند باب جبريل وبعدها حجرة أم سلمة وآخر الحجرات حجرة جويرية جو 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 رضي الله عنهم أجمعين أما السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها فكانت حجرتها ملصقة لحجرة السيدة سوداء من الخلف بجانب حجرة السيدة فاطمة رضي الله عنها من جهة الشمال، وقبل حجرة السيدة جويرة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش نتوقف معها قليلاً، فهي السيدة زينب بنت جحش بنت رباب ابن عم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمها أمية عفواً فأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة من من يزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي زوجها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات وقال أنس في حديث رواه روي في صحيح البخاري كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات هنيئا له تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 35 سنه وذلك سنه ثلاثه من الهجره وتوفيت سنه 20 من الهجره وكانت تقيه واكثرهن نفقه في سبيل الله وقد روت احبائي احدى 11 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اعزائنا المشاهدين وقبل ان نختم جولتنا مع السيده زينب نتوقف هنا معكم نتوقف هنا معكم عن بيت السيدة فاطمة القريب منها، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان ملاصقا لبيت أم المؤمنين السيدة زينب التي تحدثنا عنها. وخل وكانت خلف بيت وكانت بيت السيدة فاطمة خلف بيت أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن يساره وعن يسار المصلى من جهة الكعبة. وحدد لنا هنا ابن النجار موضع تلك البيت قائلا: بيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم على يسار القبلة كما أوضحنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام في الليل كان يأتي بابها باب السيدة فاطمة كل صباح ويقول الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليزم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال المراغي ومما ادخل عمر ابن عبد العزيز في توسعته للمسجد حجرات زوجات النبي وبيت السيده فاطمه رضي الله عنها وهو شمال بيت عائشه الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما اجمعين احبائي وبقى بعض بيت السيده فاطمه من جهه الشمال في الحاجز الذي بناه محرفا عن الحجرة الشريفة ليلتقي على على ركن واحد وبقى وبقى بقية البيت اليوم من ناحية الشمال وهو ما يمكن أن نشاهده أثناء دخولنا للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أعزائي المشاهدين أوضح لنا المراغي هنا في كتاب تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة قائلا أن عمر بن عبد العزيز في عهد التوسعة الأموية للمسجد النبوي التي أسلفنا في الحديث توسعنا فيها في الح... في حلقة سابقة جعل بنيان الحجرة الشريفة على خمس زوايا الحكمة من ذلك لألا يستقيم الأحد استقبالها للصلاة أول الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن ذلك كما تعلمون أحبائي كما أدخل عمر بن عبد العزيز بعض بيت السيدة فاطمة من ناحية الشمال بانحراف كما أسلفنا منحراف على الحجره الشريفه ليلتقي على ركن واحد كما اوضحنا سالفا. والان اعزائي المشاهدين نفوسنا طواقه لاستكمال حديث عن جولات داخل حجرات بيت النبوه والتي اعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنه لازواجه الطاهرات امهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. ها نحن الان وصلنا الى حجره مباركه جليله من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجرة أم حبيبة السيدة رملة بنت أبي سفيان القرشية وقد ولدت بمكة المكرمة قبل البعثة بسبعة عشر عام وقد أسلمت مبكرا بمكة وهجرت مع زوجها إلى الحبشة وهناك ولدت بنتها حبيبة التي بها كنيتها أم حبيبة ولما عادت أم حبيبة عام سبعة إلى عام إلى المدينة مع بقية المهاجرات من الحبشة كان رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي في الحبشة وأرسل في ذلك إلى النجاشي الذي بذل لها نيابة عن النبي صداقها أحبائي وتمر الأيام بعد ذلك وتنقض قريش عهد الحديبيه وهنا يحدث في هذه يحدث من هذه السيده الجليله مشهد يدل على مدى صدق ايمانها حيث جاء ابوها ابو سفيان ابو ام حبيبه الى المدينه وهو يومئذ لا يزال مشركا وقد عزم ابو سفيان على زياره بنته ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل دخل على ابنته فراى عندها فراشا مهيئا للجلوس فاراد ان يجلس يستريح بعد عناء السفر. ام حبيبه ضنت عليه بالفراش وطوته عنه وقالت له انت مشرك فلا ينبغي لك ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوسع في ذلك القصه ابن سعد في الطبقات وابن هشام في السيره النبويه وابن القيم في زاد المعاد وغيرهم. انظروا أحبائي المشاهدين إخواني كيف فاق حبها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى رفضت أن يجلس أبوها القادم من سفره على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند زيارة المدينة وشاء الله أن يسلم أبوها وفرحت بذلك فرحا شديدا وكانت ممتنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعفوه وصفحه عن أبيها السيدة حبيبة قد روت لنا عشرة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عام 44 من الهجرة النبوية وتوفيت ودفنت بالمدينة بالبقيع أعزائنا المشاهدين نتوقف معكم الآن عن سيرة أم المؤمنين السيدة صفية بنت حيي إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهي السيدة صفية بنت حيي من بني النضير هي سبط سبط هارون ابن عمران احد زعماء اليهود ابوها احد زعماء اليهود فهي بذلك من ذريه هارون عليه السلام اخو موسى كليم الله عليه السلام وقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم سنه سبعه بعد فتح بعد يوم خيبر كما تعلمون وقد ذكر قصتها لنا الامام البخاري في باب غزوة خيبر لمن اراد التوسع كما ذكرها لنا الامام مسلم في كتابه النكاح في باب فضيله اعتاقه امته ثم يتزوجها. احبائي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقه. وفي حديث اخرجه لنا الامام احمد والترمذي عن انس رضي الله عنه حين تكلمت حفظه وعائشه مره عن اصل صفيه اليهوديه. فجاءت السيدة حفظة الى الرسول صلى الله عليه وسلم باكية فقال لها: ألا قلتِ وكيف تكونان خير مني وزوجي محمدا وابي هارون وعمي موسى؟ كفى كفى فضل هنيئا لها. أما عن مسكنها أحباء المشاهدين فقد روى لنا البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده وعنده أزواجه فرجعوا فقال لصفية بنت حيي لا تتعجلي حتى أنصرف معك وكانت بينهما وكا وكان أحبائي وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها وهو وهنا يقتضي أن مسكنها لم يكن ضمن حجرات المحيطة بالمسجد النبوي انتبهوا إلا أن ذلك كان في أول الأمر ثم ما لبث أن لها بنى لها بيتا بعد ذلك قرب المسجد النبوي لأن البيوت عنده كانت تسعة كما تعلمون وفصلنا وقد روت لنا السيدة صفية أم المؤمنين عشرة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت سنة خمسين من الهجرة النبوية رحم الله السيدة صفية فقد بوأها زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة ورفعها ورفع إسلامها وإسلامها رفعها مكانة سامية هنيئا لها إحدى أمهات أحد عفوا إحدى أمهات المؤمنين والآن أعزائي المشاهدين نتوقف معكم في رحلتنا حول بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة السيدة زينب بنت خزيمة هي السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارس هي اخت ام المؤمنين السيدة ميمونة لامها التي عاشت وتوفت بوادي سرف قرب مكة المكرمة، وكانت اخر من تزوج تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان عام ثلاثة هجرية، فمكثت عنده فقط ثمانية اشهر، وتوفيت في ربيع الاخر سنة اربعة من الهجرة. وكان عمرها حين وفاتها أربعين سنة إخواني عفوا وكان عمرها وكان عمرها حين وفاتها حوالي ثلاثين سنة إخواني كانت إقامتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهورا معدودة مما جعل أخبارها المدونة قليلة جدا وأخيرا كانت تكنى بأم المساكين لكسرة معروفها رضي الله عنها وأرضاها وكانت حجرتها مط... حجرتها كانت كما وصف لنا المؤرخون كانت مطلة مطلة على الطريق الخارج من باب جبريل من الشمال يحدها من غربا حجرة السيدة فاطمة رضي الله عنها الآن أحبائنا المشاهدين نختم حديثنا اعزائنا المشاهدين عن امهات المؤمنين بالسيده جويريه ام المؤمنين رضي الله عنها، لكونها اخر حجرات بيت النبوه الملحقه بالمسجد النبوي. السيده جويريه بنت الحارث رضي الله عنها هي ام المؤمنين جويريه من بني المصطلق. واورد ابن هشام في السيره النبويه انه حين حدثت غزوه المريسع المريسيع وسبي فيها بني المصطلق وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيمهم الحارس ابن ضرار أبو جويرية يستعد لغزو المدينة فعجله الرسول صلى الله عليه وسلم وأغار عليه عندما يقال له المريسية فلما هزموا فر من فر منهم وبقى من بقى وكانت ضمن الباقين منهم السيدة جويرية بنت الحارس وقيل أنه كان اسمها بره وكانت من السبايا، كذا أورد لنا البيهقي في دلائل النبوة. وقد أورد هنا لنا ابن هشام في السيرة النبوية قصة فقال أن أباها قد أسلم بعد ذلك. وأخرج لنا مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم بنته برة وسماها جويرة، وكانت سببا في عتق السبي من قبيلتها، ودخولهم إلى الإسلام. ولهذا هنا تقول السيدة عائشة فما نعلم امرأة كانت أعظم بركة من قومها منها وأسلم قومها جميعا بسببها عاشت رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت سنة ستة وخمسين من الهجرة النبوية وقد أوردت لنا اخواني سبعة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعز علينا فراق أمهات المؤمنين وبيوتهم فهؤلاء هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكما نعلم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 11 عشر امرأة من أمهات المؤمنين ماتت منهن في حياته اثنان السيدة خديجة بنت خويلد عاشت وسكنت وتوفيت بمكة المكرمة وتوفت في في المعلاة والسيدة زينب بنت خزيمة التي توفيت بالمدينة ودفنت في البقيع أعزائنا المشاهدين ها نحن قد تجولنا في حجرات امهات المؤمنين الطاهرات العفيفات المطهرات رضي الله عنهم اجمعين كما ذكرنا اضافه الى ذلك حجره السيده فاطمه بنت رسول الله الملحقه به تلك الحجرات التي كان فيها مهبط جبريل الوحي ومختلف الملائكه ملائكه السماء وان كل موضع وكل زاويه من هذا المكان يحمل إلينا تاريخ حافل مشرق من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة فالمكان أحبائي وعاء الزمان وعنوان هذا المكان البساطة وهذا ما كان يعنيه التابعي الجليل سعيد ابن المسيب هنا قال لو تركت هذه الحجرات على حالها لعلمت الناس التزهد في الدنيا وترك التكاثر والتفاخر أحبائي وهنا يكون ختامنا بعد ان وصلنا الى نهايه هذه الحلقه عن حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين على امل ان نلتقي معكم في الحلقه القادمه باذن الله لنتجول معكم داخل تلك الحجرات لنعرف ما احتوته تلك الحجرات من متاع واواني وامور حياتيه داخل تلك الحجرات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.